سنين فاتوا ما كانوش كفايه، المهندس بهاء الدين شعبان والدكتور محمد ابو الغار والاستاذ عبد الغفار شكر والدكتور محمد غنيم والنائب مصطفى الجندي يا فندم والاستاذ حمدين صباحي والاستاذ خالد يوسف. انا اقول لك حدث حصل عند الاستاذ علاء عبد المنعم في مكتبه، واجتمعنا وكان مجموعه من اليساريين الكبار والشخصيات الكبيره موجوده، وحطيت شيك كبير على الترابيزه بدون اسم، وقلت انا مستعد ان انا احط اول شيك للتمويل للبدايه، بس اتجمعوا نتفق على حاجه واحده، وبعد كده هو تنأسس كيان منبر اشتراكي واحد، منبر اشتراكي واحد، منبر يميل الى العمال والفلاحين، يميل الى الضرائب التصاعديه، يميل الى استقلال القرار الوطني، له رؤيه له نجوم في سمائه، ممكن نقول مصطفى كامل، ممكن نقول عبد الناصر، ممكن نقول محمد فريد، ممكن له نجوم، له نجوم وفكر. هما كانوا يختلفوا ايام حتى مع مصطفى كامل هنقول ليه توجه ومالوش ايديولوجيا بالظبط، اوكي، ومش بتاع انسان، بتاع الكل. الحقيقه رفضوا، قالوا عايزين نرجع لقواعدنا الحزبيه. انا يوميا قلت لهم قواعد ايه؟ انتوا شقق مفروشه واربعه بيلعبوا طاوله وكوتشينه وبتاع، يعني قواعد ايه يا جماعه؟ خلونا نتلم الاخوان بتوعكم. خلونا نتلم، الناس نزلت رفعت صوره عبد الناصر في 25 يناير والناصريين ما حكموش يا يوسف، ده معناه ان مفيش ناصريين في مصر. الناس كانت بتقول انا عايز عبد الناصر، ما لقيتش عبد الناصر، جالها اعداء عبد الناصر، جالها الاخوان نزلوا شالوهم وحطوا عبد الفتاح السيسي مع عبد الناصر، خلص الكلام. فانت يا شباب انت عايز الشعب يتعاطف معاك وينزل يشتغل معاك، اعملوا حزب. خش الشاب بطبيعته يميل الى اليسار، في تعالوا نتلم في كيان واحد، كيان واحد يبدا من الان، يبدا عشان يوصل في يوم من الايام يقدر يشكل حكومه، وبعد ما يشكل حكومة يقدر يخش على الرئاسة. انت الدستور المصري قال ايه يا يوسف؟ الدستور المصري قال دورتين رئاسيتين من يأتي بوزير الدفاع المؤسسة العسكرية وليس رئيس الجمهورية، صح ولا لا؟ محدش من الثوار اتكلم، الكل اتكلم على المحاكم العسكرية. ليه؟ لان كلنا عارفين ان المؤسسة دي مش عايزين ندي لها اي افراز انتخاب يجي يودي البلد في داهية، عايزين دي هي على جنب كده تبقى مع شعبها. ليه؟ لان المؤسسه دي في 25 يناير مبارك من عيالها وقفت مع الشعب. حصل؟ هل لولا وقفه الجيش مع الشعب كانت نجحت 25؟ واقفين لحد دلوقتي، وقفنا قلنا ايه؟ الجيش والشعب ايد واحده. نزلنا في 30، الجيش نزل وقف مع الشعب ضد مين؟ وهو عارف ضد التنظيم الدولي والائتلاف الدولي بقى من غرب الامريكا لانجلترا كل الناس اللي كانت ضدك وما زالت النهارده لسه بتحاربك وما بتديكش اللي انت محتاجه، وقف معاك، وقف مع الشعب. اذا الجيش بره اللعبه دي، المؤسسه هذه المؤسسه اللي هي مش اشخاص، هو الحزن الحراك الشعبي ايا كان، هو مع الشعب والشعب معاه، يعني هو من الشعب، يعني هي كتله كده، ومطرح ما الشعب موجود انا موجود معاهم. خلص الكلام. اذا هذه هي المؤسسه. ليه عملنا كده؟ لان كلنا كنا خايفين ان يجي افراز رئاسي اسلمه المؤسسه العسكريه يقف يقول لي لبيك سوريا، يقف يقول لي لبيك مش عارفه مين، زي ما عملوا، زي ما عملوا وضيق البلد. اذا احنا قلنا خلينا في الدستور دورتين رئاسيتين، وانا بقولها الدورتين دول هيمتدوا لحين ما يكون في احزاب حقيقيه قويه اقدر اديها السلطه. هيمتدوا يعني ايه؟ حتى نفسر الكلام تفسيرا. هيمتدوا يعني انت عايز النهارده أو. انت عايز النهارده بتقول لي دلوقتي الاحزاب اللي موجوده ايه؟ هل في رؤيه ل 2022 ولا ما فيش رؤيه ل 2022؟ وبعد كده ما يبقاش في رؤيه، تطلع لي اي حاجه لافراز الانتخابي اقول اتفضل خد جيش مصر، ده انت اللي متحكم. لا هو لو ما فيش رؤيه ل 2022 الاخوان هيجوا تاني، يعني عشان بس ايه على بلاطه. لا ده ممكن ما يجيش اخوان، ده يجي بقى الموت والسحل والدمار. ما هو بص، هل مؤسس هذه الدوله هو الجيش ومينا ولا لا؟ هل هو العمود الفقري بتاع الدوله دي ولا لا؟ القلب الصلبي هذه. يبقى لو ضربت عمود الخيمه، الخيمه نزلت. عمود الخيمه مش اشخاص عندنا، جيشنا خلاص اثبت لنا. النهارده انا عندي قائد اعلى للقوات المسلحه ورئيس جمهوريه، بطل شعبي، الشعب جابه في لحظه، شيله كفنه ونزله وقال له روح روسيا والبس الجاكيته واعمل علاقه قويه بروسيا واعمل لي نووي
وحرر لي القرار الوطني وما تمشيش ورا حد وخش لي سينا املالي سينا جيش ودخل الجيش ودخل لي شباب واعمل لي انفاق واعمل لي كل ده كان ممنوع كل ده في الممنوع وطلع بحريتك واطلع احمي حقولك اللي انت النهارده شايف قبرص واليونان وتركيا طلعت لهم وايطاليا طلعت لهم انت طلعت ما حدش قدر يقرب لك النهارده موقفك اللي موجود جيشك اللي موجود انا بقول لك نزلتك ويمكن انا من اسباب ان انا النهارده كنت في برنامج ودلوقتي معاك واي برنامج هحاول اطلع فيه لغايه ما تطلع الرساله للعالم دي مش دي شعب واقف ورا جيشه وقيادته في هذه الحرب الضروس شعب واعي شعب هيكمل بحيث المفاوض اللي قاعد تقيل يدب برجله المترشح مننا في اي حته تقيل بيدب في رجله لما تبقى راجل هيجرى ايه؟ هيتلمع حواليك الرجاله لكن لما تبقى تابع هيتلمع حواليك التابعين انت النهارده راجل صاحب قرار محدش يقدر يختلف في دي معاه او مش معاه راجل عارف انت رايح فين توجهاتك فين تحالفاتك فين كلامك ايه اتجاهاتك ايه دراعك واصل لفين الحمد لله رب العالمين احنا من امتى عندنا حاملات طائرات احنا من امتى عندنا الغواصات احنا من امتى دراعنا امتد احنا اتكتفنا يا يوسف بعد اتفاقيه السلام مالكش دعوه بحد بنوا سور حوالينا وخلاص يا مصر عيشي جوه السور دي هنرميلك شويه قمح لا يبقى عندك تعليم ولا صحه ويبقى عندك فيروس ويبقى وتبقى شعب مريض وشعب تابع طب ما ايام مبارك كانوا مبسوطين قوي بالديمقراطيه اللي موجوده اللي هي ولا حاجه ولا ديمقراطيه ولا حد بينزل وجفل يا ولا الصناديق وجفل يا ولا وقفل كانوا مبسوطين ليه عشان كان ضعيف محدش كان يجرؤ يقول رقم الناس اللي نزلت الانتخابات كان ضعيف لما بتبقى كده بتبقى ضعيف وهم عايزين رئيس مصر ضعيف عايزين مصر ضعيفه يا يوسف عايزين مصر ضعيفة يا يوسف لان من غير ما مصر تبقى ضعيفة هم مش هيبقوا موجودين ومش هتمشي على مزاجهم مصر دولة كبيرة يا يوسف بقول لك عبد الناصر اسقط ايدن شعب بورسعيد البورسعادية اسقطوا ايدن قال له فاكر لما عبد الناصر قال لهم يور كينج از ايه قالوا له وومن ساعتها فاكر اللي بتاع طبعا. شعب عظيم لما المصري قلع ولبس وشال سلاح واتدرب ونزل في اسماعيليه وفي بورسعيد ومات حصل ايه يا يوسف احنا ده احنا الشعب اقسم بالله يا يوسف لو بكره فتحوا يلا يا جدعان احنا هننزل على سينا عايزين الملايين تنزل وتعالى اتدرب ودخلونا في المدارس تاني التربيه العسكريه ودخلونا المدارس تاني للبنات الثقافه الطبيه واعملوا ايوه احنا في حاله حرب الدين بعد ان شاء الله النجاح هات لي وزير تموين حرب التاجر اللي يرفع اسعاره على الشعب يطلع عسكري يتحاكم عسكري لان احنا في مرحله حرب ده ارهابي واحنا في قانون طوارئ نفس قانون الطوارئ على التجار واللي انا عارفه ان الفلاحين ليهم نصيب كبير في اللي جاي لان الدوره جايه بطريقه او اخرى يا يوسف النهارده في ناس زعلانه وكلموني وقالوا لي احنا ما زرعناش رز يا حاج واحنا مش عارفين قلت لهم لا والميه النهارده ونظام الميه ونقص الميه اللي موجود في دوره هتلف اللي زرع المره دي مش هيزرع المره الجايه قالوا لي ماشي خلي الدوله بقى تشتري مننا الذره وتحدد لنا سعر الذره في جاي اذا احنا رؤيتنا رايحه ناحيه الفلاح الفلاح تعبان لو الفلاح تعبان ابنه في الحضر يا يوسف تعبان لان ابنه في الحضر لما مرتبه ما يكفيهوش في المدينه اخر اسبوع بيجي له الزواده من البلد زي زمان شوية طير على خبيز على بيكملوا له الشهر اذا نظرة للفلاح والارض السمراء بس هل انا النهاردة ابص المشاكلي جوه وانا حوالين داري مولع ولا طفي النار اللي حواليا الاول وبعدين ابص جوه